موجز التاسع الاخباري، اهلا بكم مشاهدينا الكرام. بدايه، استقبل امس رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون رئيس المجلس الوطني البرلمان لجمهوريه كوريا الجنوبيه السيد كيم جين بيو. اللقاء حضره رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي ومدير ديوان رئاسه الجمهوريه بعلام بوعلا. رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية، وعقب استقباله من قبل السيد الرئيس في أول زيارة رسمية لرئيس البرلمان الكوري إلى الجزائر، أكد أن الجزائر هي الشريك والاستراتيجي الوحيد لكوريا الجنوبية في إفريقيا. السلام عليكم. يسعدني للغاية بزيارة الجزائر، شريكنا الاستراتيجي الوحيد في القارة الإفريقية. خاصة أعتقد أن هذه الزيارة ذات معنى كبير، لأنها أول زيارة رسمية للجزائر يقوم بها رئيس البرلمان لجمهورية كوريا منذ 13 عاما. التقيت اليوم بسعادة الرئيس عبد المجيد تبون، بحيث تبادلت معه الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل تدعيم العلاقات بين بلدينا والتعاون على الساحة الدولية. أولا، قمت بتقدير أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1990 قامت كوريا والجزائر بتعزيز العلاقات الأودية والتعاونية في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص قمت بتقدير أن التعاون بين البلدين قد توسع إلى الساحة الدولية، حيث بدأ البلدان العمل معا كعضوين غير داعمين في مجلس الأمن في شهر يناير من هذا العام. تعد الجزائر ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا في إفريقيا، وقد وصل حجم التجارة بين البلدين إلى أعلى مستويات على الإطلاق حتى خلال فترة جائحة كورونا. وقمت بتقدير أن إصلاح البناء في الجزائر الجديدة الذي يروج له رئيس تبون يحقق نتائج ملحوظة، وذكرت أنني سعيد جدا بتعاون كوريا في هذه العملية، خاصة في تطوير صناعة التحويلية في الجزائر. وأخيرا، طلبت اهتمام الجزائر ودعمها لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية وإحلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. كما طلبت من الرئيس تبون حضور القمة الكورية الإفريقية المقرر عقدها في كوريا لأول مرة في شهر يونيو من هذا العام. ونود أن نورب عن خالص شكرنا وامتناننا لرئيس عبد المجيد تبون والمسؤولين الحكوميين في الجزائر على دعمهم السخي لزيارة وفدنا الناجحة إلى الجزائر. شكرا جزيلا. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يواصل الوزير الأول نذير العرباوي مشاركته في أشغال اليوم الثاني من القمة الثالثة للجنوب لمجموعة السبع والسبعين زائد الصين بالعاصمة الأوغندية كامبالا. قمة الجنوب الثالثة التي تجري تحت شعار عدم ترك أحدا يتخلف عن الركب، ميزتها كلمة رئيس الجمهورية التي قرأها الوزير الأول نذير العرباوي، والتي دعا فيها إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك ضمن المجموعة للحفاظ على وحدتها التفاوضية في المنظمات الدولية على نحو يكفل الحفاظ على مصالح الجنوب. رئيس الجمهورية شدد أيضا على ضرورة التعامل الجماعي والمنسق مع التحديات المطروحة في مجال الأمن الغذائي والطاقوي، مبرزا أن الجزائر التي ستستضيف القمة السابعة لرؤساء دول وحكومة البلدان المصدرة للغاز مطلع مارس القادم ستعمل من أجل جعل هذا اللقاء محطة فارقة في مسار المنتدى، تعزيزا للحقوق السيادية للدول على مواردها. رئيس الجمهورية أكد كذلك أن ما يحدث في غزة هو اختراق للقانون الدولي، والجزائر تدافع عن دعم الشعب الفلسطيني لقيام دولته المستقلة. في موضوع آخر، واتبع لقرار رئيس الجمهورية القاضي بترقية سبع دوائر إلى ولاية منتدبة، أشرف أمس وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم راد على تنصيب السعيد بوذهب وليا منتدبا لبريكا. وخلال مراسم التنصيب أكد وزير الداخلية أن هذا التقسيم الإداري الجديد يهدف إلى ترقية المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن.
كما أشرف وزير الداخلية وجماعة المحلية وتهيئة العمرانية إبراهيم الراد على تنصيب رياض بن أحمد وليا منتدبا لبوسعادة. وزير الداخلية دعا بالمناسبة إلى ضرورة تعزيز آلية التسيير المحلي والتكفل السريع والفعال بانشغالة الساكنة. في التعاون الجزائري الفنزويلي، وصلت مساء أمس طائرة الخطوط الجوية الفنزويلية إلى مطار هواري بومدين الدولي في أول رحلة جوية مباشرة تربط الجزائر بكاراكاس، وذلك تبعا للاتفاق المنعقد بين رئيسي البلدين خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس جمهورية فنزويلا إلى الجزائر سابقا. ويرافق هذه الرحلة وفدا وزاريا هاما من فنزويلا، وكان في استقبالهم وفد وزاري جزائري متكون من وزير النقل محمد الحبيب زهانة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، والمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية. في إطار تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة وتعزيز إدماج الشباب في الاقتصاد الرسمي، انطلقت المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل في الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي من أجل الحصول على بطاقة المقاول الذاتي. هذه الآلية التي تواكب متغيرات سوق العمل تستقطب الشباب الذين يمارسون بصفة فردية نشاطا مربحا لا يتعدى رقم أعماله السنوي حدا معينا يحدده القانون. هذا وكان وزير الاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد قد حل أمس ضيفا على نشرة الثامنة، حيث أكد على أهمية هذه الخطوة في الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، معتبرا أن بطاقة المقاول الذاتي ستقدم لمستفيديها عدة مزايا هامة ومحفزة. في حادث مرور مروع بولاية تبسة لقي 6 أشخاص حتفهم وجرح 26 آخرون إثر حادث مرور نجم عن اصطدام حافلة نقل المسافرين وشحنة على مستوى الطريق الولائي رقم 41 ببلدية الكويث ولاية تبسة. ولا وقع الحادث المروع تدخلت مصالح الحماية المدنية بالولاية لتقديم الإسعافات الأولية للجرحى ونقلهم إلى المستشفى، فيما تم نقل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولليوم الثامن بعد المئة، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة باستهداف المنازل والمباني السكنية، حيث شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع تركزت على المنطقة الغربية لمدينة غزة ومحيط خان يونس ومجمع ناصر الطبي ورفح وعلى مأوى النازحين في جامعة الأقصى، كما قصفت منازل المواطنين في مخيم البريج وحي التفاح والدرج، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى 25,105 شهداء وأزيد من 62,681 جريحا. هذا فيما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اعتقالات ومداهمات بكل من جنين وقلقيلية والخليل. يحدث هذا في وقت طلبت فيه الخارجية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بالاعتراف بدولة فلسطين، وهذا لحماية حل الدولتين ودعم الجهود الفلسطينية لقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة من أجل تحقيق أمن واستقرار المنطقة. رياض الآن، حيث أجرى أمس المنتخب الوطني لكرة القدم حصة تدريبية بملعب الثانوية الكلاسيكية بمدينة بواكي الإيفوارية، حصة عرفت حضور كامل التعداد، حيث شرع الجهاز الفني في التفكير والتحضير لمباراة الجولة الثالثة الحاسمة والتي ستكون أمام منتخب موريتانيا غدا الثلاثاء بداية من الساعة 9 مساء. وفي مباريات اليوم تلعب 4 مباريات عن الجولة الثالثة، حيث يواجه منتخب غينيا بيساو منتخب نيجيريا في 8:06 مساء، وفي المجموعة نفسها تلعب مباراة المنتخب الإيفواري أمام منتخب غينيا الإستوائية، بينما في المجموعة الثانية سيواجه منتخب الموزمبيق منتخب غانا، على أن تلعب المباراة الرابعة بين منتخب الرأس الأخضر والمنتخب المصري في 8:09 مساء.
وفي بطولة إفريقيا لكرة اليد في نسختها 26 والتي تجري حاليا بمصر، تأهل أشبال فاروق دهيلي إلى الدور ربع النهائي بعد تخطي دور المجموعات بالعلامة الكاملة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في المجموعة الثالثة على حساب المنتخب المغربي بنتيجة 30-23، وبذلك تتأهل التشكيلة الوطنية إلى الدور الربع النهائي من المنافسة بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية. فحظ موفق للجزائر في باقي مشوار المنافسة. ختم هذا الموعد الإخباري مشاهدينا قدمناه لكم من الإخبارية الجزائرية. السلام عليكم.